والله والله إذا الشعب المصري هجم علينا ما راح ناخد معهم غلوة. الأرض بتتكلم عربي. إن شاء الله بإذن الله النهاردة بكرة كمان سنة كمان 100 سنة إن شاء الله فلسطين لنا والقدس حرة دايما. أحب أقول لإخواتنا الجوع ده ربنا ياخد وأنا أحرج المسا عليكم من قلب مصر الأول وأقول لكم ربنا ياخدكم وتحيا فلسطين وتعيش في حرية.